تسلم الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد السفير البحريني وحيد مبارك سيار سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكة البحرين في دمشق، وذلك خلال مراسم جرت في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية السوري فيصل مقداد. وقد تولى سفير البحرين الجديد في سوريا منصبه رسميا في أول بعثة دبلوماسية كاملة للبلاد هناك منذ أكثر من عقد، في ظل استمرار دمشق في تطوير علاقاتها مع الدول العربية، حيث قالت وكالة الأنباء السورية استقبل الرئيس الأسد السفير سيار وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، متمنيا له النجاح في مهمته. ويذكر أنه كان قد أعيد فتح سفارة البحرين في دمشق عام 2018.